تطوير مستوى السلامة السيبرنية بما يتماشى والطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي كانت من أبرز أهداف صالون المغاربي للأمن السيبرني والحوسبة السحابية في نسخته الثالثة، سيما أمام التحديات الضخمة للجيل الخامس والسادس، وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية ضيف شرف هذه الدورة. اليوم التركيز على موضوع الأمن المصاحب للمزايا الرقمية اللي تنتج من هذا التطور الرهيب، فالمهم جدا أن نتكلم على المخاطر خاصة مع دخول شبكات الجيل الخامس وما بعدها. قريبا هنبقى نسمع على الجيل السادس يبدأ يدخل، بالتأكيد يجب يكون الأمن السيبراني يسبق التحول الرقمي بفترة مناسبة. طبعا تونس معروف من ناحية التحول الرقمي والرقمنة والآي تي من الأوائل في العالم العربي، وبالتالي أتوقع أن الجيل الخامس حيكون ناجح خاصة في العدد الكبير من الشركات الصغرى والمتوسطة اللي تشتغل في العالم الرقمي. هذه هي المؤسسات الرائدة في مجال السلامة السيبرنية والأمن الرقمي، كانت حاضرة في الصالون الذي استضاف أكثر من 50 عارضا وفسح المجال أمامهم لتبادل الخبرات وعقد شراكات. فرصة باش نعرفوا حرفائنا بالخدمات نتاعنا، سواء كان خدمات كلاود ولا خدمات السحابة أو وإلا في خدمات سايبر سيكوريتي، كل ما سلامة معلوماتية. ذلك عرض بعض الخدمات نتاعنا على كل الشركاء في الحقيقة وعلى الزائرين زادة متاعنا، وكذلك مشاركة في اللي وركشوب معناتها بور مونتري التطور التكنولوجي اللي قاعد يصير بسرعة معناها كبيرة. هذه ثالث إديشن نحضروا فيها، نكونوا حاضرين، يمثل لنا برشا حاجات تخلينا نقدم العروض نتاعنا للمشاركين هنايا والزوار كيف كيف اللي قاعدين يجيو، باش نحكيو على أهمية السلامة المعلوماتية في الوقت هذايا وبالنسبة للشركات التونسية في كل القطاعات بتبيع. الفكرة كون يصير هالتلاقح بينات بلدان المغرب العربي ونحاول نشوف ونخرجوا بحاجة معناتها بينات البلدان هذوما اللي نشوف نمن اللي أنا فما بوتنسيال كبير بينات البلدان هذوما. هذا ومثل السالون فرصة تم من خلالها التأكيد على أهمية نشر ثقافة حسن استغلال التكنولوجيا الحديثة وتطوير مستوى السلامة السيبرنية.